تابع الفيديو للآخر عشان تعرفي ايه المشروب بتاعنا النهاردة، وما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصلك منا كل جديد، واللايك، واتمنى منك ان انت تعملي شير. بحبك في الله، يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعت معاكم النهارده علشان نعمل عصير. انا بعشق العصير في الصيف في الشتاء في اي وقت، انا بحبه جدا. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، الميلك شيك عاده بيتشرب في الصيف، بس انا ما عنديش قانون في الاكل وفي الشرب. وقت ما بتطلب معايا حاجه انا بعملها، وانتم واخدين معايا على كده. طب يلا نعرف ايه مكوناتنا النهارده. معانا ربع كوبايه لبن، معانا دواء التمر، انا كنت جايباه اللي هو البلح الاسمر، بفصصه اللي هو المستوي ده، بفصصه واشيله في الفريزر. فانا نفسي هفتني ان انا عايزه اشرب ميلك شيك التمر، فقمت طلعت منه قطعه، ودول هنا دي كوبايه حوالي نص زبادي، ودي كوبايه هنا عايز احط فيها صوص شوكولاته. حطي انا هنا حاطه من جوه تمر قطع عشان يدي منظر في الكوبايه اما انزل بيه. يلا نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا هنزل في الخلاط بتاعي بسم الله بالتمر، وهنزل بالزبادي، كده انا نزلت بالتمر وبالزبادي. التحلية السكر عايزة تحطي عسل ابيض براحتك، عايزة تحطي سكر براحتك، بس طبعا انا مش هحط العسل ولا سكر لان التمر هو غني بالسكريات. يعني انا كده اكون نزلت بكوبايتين، كوباية ونص الزبادي بسم الله، اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار، وهكون نزلت بربع كوباية اللبن بتاعتي، وهكون نزلت هنا معايا مكعبين تلج حطاهم يسيحوا شوية، هنزل بيهم هضربهم في الخلاط وارجع لك. سوري، هحط سنة فانيليا، انا بعشق مع العصير ده الفانيليا بسم الله، حاجة بسيطة هي نقطة بس. ماشي، هضرب العصير عشان صوت الخلاط وارجع لك. وكده اكون رجعت معاكي بعد ما ضربت العصير بسم الله. شايفة؟ عايزة اقولك الطعم بجد بجد تحفة، مش قادرة اقولك بجد الطعم حلو قوي قد ايه. جربيه هيعجبك جدا، وانا عملتيه مشروب لأولادك ولزوجك ولأي ضيوف جايين عندك هيفرحوا بيه قوي، وهيسألوكي انت عاملاه ازاي. شبيه بطعم اللبن بتاع اللي هو كان بيتباع ده، اسمه ايه بسم الله، دي التلج، قطع التلج، ونازل معاه بعض من قطع التمر. بجد بجد عايزه اقولك والله بأمانة الطعم تحفة قوي. بصي انا عادة بحب احط معاه زبيب، انا بعشق الزبيب مع التمر بسم الله، كده من فوق بيبقى شكله حلو قوي، كمان بيبقى طعمه مع العصير ده جامد جدا كده. وكده يكون العصير بتاعنا انتهى. حاجة كده حلوة زيك بجد بجد، شكله مميز جدا. بصي منظر الكوباية، بصي من فوق شكله حلو قوي. سوري يا جماعة، جربي صدقيه، سوري صدقيني انا مش صدقيه هو، صدقيني هيعجبك جدا، وهيعجب الاولاد، وهيعجب زوجك، وهيعجب اي حد يجي عندك. اتمنى ان انا اكون بفيدكم ولو بمعلومات صغيرة. ما تنسونيش من دعواتكم بالذرية الصالحة وهدوء وهديان البال، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. سوري البرد عامل عمايله، وما تنسوش اللايك يا جماعة. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.